السلام عليكم، شكون اللي فايق معنا هنايا يهضر معنا؟ تحياتي لكم متابعين قناة شوف تيفي أينما كنتم، مباشرة من بلجيكا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش عندكم شي برد؟ كاين شي شتا؟ تحياتي لكم من أعلى القائمة الأسفل القائمة متابعين قناة شوف تيفي، كما كتشوفوا مع محمد رضا. عاد غادي للدار وقلنا نديرو واحد الدردشه خفيفه معاكم خوتي خواتاتي حبابي. هذا الجو البارد البارد واكثر بارد كما كيقولوا، غادي يطيح الثلج، ولكن القضاء ديال الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يعرف واش يطيح ولا ما يطيح. مرحبا بكم خوتي، كما كتشوفوا الجو بارد، درجات الحراره تصل الى 3 درجات، كاين الريح، كاين الشتاء. اي والله يجعلها في البلاد ديالنا ان شاء الله يا رب، مطر خير ان شاء الله. مازوت 1.38 هبط شي شويه ماشي بزاف، ولكن صافي الحمد لله. هادي 10 يعني على مقربه من فيغفي اللي كتبات عليها حوالي 1 كيلومتر، يعني كيلومتر وارم، يعني ما كاينش واحد الفرق بيناتهم. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا، يعني التغيير جذري في مدينة فيغفي. يعني كون كنا في بروكسي غتلقاو لاسيركيلاسيون عامرة، ولكن فيغفي سي الكالم، يعني 8 د العشية 7 د العشية كتلقى الدنيا كالم، كلها في الدار ديالو، كلها اللي عنده شي حاجة راه كيديرها. تحية للإخوان، تحية للوالدة اللي من هذا المنبر كتشاهدني، تحية للأم ديالي، تحياتي ليك. والإخوان داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، فهاد الجولة الليلية والدردشة مع أخوتي وحبابي متتبعين قناة شوف تيفي. وانتم ما كالم، يعني كلشي مخشي في دارو، ما كاينش شي كاين هنا بعض الاعمال هنا اللي كيعملوا بها البلديه، غادي يديروا شي ديور هنا ديال مع كثرت عليه كثروا عليهم الناس هنايا، وكاين واحد لي طرافو هنايا كما كتشوفوا الطريق هنايا، يقطوا الديور على الجانب الايسر. كما كتعرفوا مدينه فيغفي مدينه كبيره، يعني راه كبيرة تبارك الله، اللي كيعرف يقولك مدينة صغيرة ولكن هي كبيرة. خاصك هنا فنان، ما عرفش اخويا عبد العالي. السلام، صباح حبيبي بخير، تحياتي لك اخويا. تتعاود تكتب لي هنا فنان اخويا، نمشيو لعند الفنان. علاش لا اخويا، نمشيو نديرو معاه واحد المباشر. كنافال ما كاينش هنايا، ما كاينش هنا فيغفي، باقي ما داش. بغينا نديرو لكم واحد اللايف، ولكن ما داز في الياج بروكسير، ولكن ربما هنا يكون داز وانا كنت مشغول ولا هادي. يعني ملي كيكون الجو بارد والشتا تتعكس تخرج، هذا هو الشيء المؤسف. هانتوما كما كتشوفوا طريق فارغة 100%. هانتوما ما كاينش الناس، ما كاينش لاسيكيلاسيون، خاويه طريق خاويه. ويا ذكرني بداك المغني ولا صيفط لي النيميرو ديالو وانا نتواصل معاه على الراس والعين اخويا. هانتوما الاخوان كما كتشوفوا هنايا، يعني واخا ترى بالليل يعني البنت ولا مراه ولا راجل ولا هادي، ما كاينش اللي يشوف فيها الشوفات ولا يهضر معاها ولا يشوف فيها شي شوفه ناقصه ولا هادي. يعني احترام لاي واحد هنايا، يعني مدينه يعني محترمه 100%، يعني ما فيها لا كريساج لا والو. تحيه من عين عائشه الله يحفظنا يا ربي، راه غير حداك تما عبد العالي. ايو اخويا صيفط لي نمرتو اخويا،
عيطت لي نمرتو ومرحبا حبيبي نتواصل معاه والله تنتواصل معاه اخويا على الراس لين اخويا. انتم الاخوان تحية للطاقم التقني الصاير على قناة شوف تي في. ان شاء الله غادي يكون عندنا واحد المباشر من بعدنا ابخي ان شاء الله غدا ولا بعد غدا. انا في واحد المحل ديال السيارات للبيع مستعملة ولكن وخا مستعملة مي نقية يعني هو محل ولكن كل شيء عنده نقي يعني مستعملة يعني 2017 2018 2016 2015 2019 ما السيارات يعني مزيان يعني نقيا. هنا كما كتشوفوا مباحثك أنفاس معكم مسجد الكبير هنا في مدينة فيرفي يعني المسجد الكبير اللي معروف هنا في فيرفي هنايا. وكاين مساجد ديال الصومال كاين مساجد ديال الاتراك يعني في رمضان يعني كتشوف ان جو مغربي ما نقولكش 100% ولكن 70%. هادشي اللي كاين اخواتي اخواتاتي. كما كتشوفوا كانت جولة خفيفة عليكم خوتي وصلنا دبايا كانت جولة خفيفة وعفيفة وان شاء الله نضرب لكم وعيد غدا ان شاء الله واحد المباشر اللي هو مباشر جد جميل ان شاء الله اللي هو مفاجأة والمفاجآت جاية الحمد لله ايام مقبلة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله إخواني وأخواتي متابعين قناة شوف تي في أينما كنتم في المغرب داخل خارج أرض الوطن. وحييكم محمد رضا من بلجيكا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.